تعالوا نكمل مع بعض ونفهم أكتر إزاي هقدر إن أنا اكستمايز أو إن أنا هغير في الفانكشن اللي أنا عملتها عشان أقدر إن أنا أرسم أكتر من شكل مش بس آه شكل آه مثلث فزي ما شفنا إن أنا في الأشكال الهندسية بتاعتي أه في الأشكال الأساسية اللي إحنا عارفينها زي شكل المربع أو المستطيل أو المثلث أو الدايرة بس ممكن كمان أبقى عايز أرسم شكل تاني زي النجمة أو حتى شكل مختلف زي المسدس أو المخمس او ايا يكن شكل لي اي عدد من الاضلاع اللي انا عايزه فعشان كده خلونا نعمل تعديل كده بسيط على الفانكشن اللي احنا عملناها مع بعض عشان نقدر نرسم بيها اكتر من شكل لي عدد اضلاع اكتر من كده تعالوا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نعدل على الفانكشن اللي احنا كنا عاملينها بحيث انها تناسب اي شكل هندسي انا عايز اعمله مش لازم يكون مثلث ممكن يكون محمس او مسدس او ايا يكن ايه هو الشكل الهندسي بتاعي. فاول حاجه خلوني اعدل على اسم الفانكشن بتاعتي عشان هو مش هيرسم مثلث وبس فهسميه على سبيل المثال shape بحيث ان هو يعبر عن اي شكل هندسي او اي مجسم انا ممكن ارسمه. وزي ما كنت بطلب من الشخص اللي هيستخدم الفانكشن بتاعتي ان هو يقول لي على طول الضلع اللي هو كام بيكسل السايد بتاعي عايزه كمان يقول لي الشكل اللي عايزه يترسم هو بيتكون من كام ضلع هل هو ثلاثة فهيبقى مثلث ولا اي عدد تاني من الاضلاع فعشان كده هضيف بارامتر كمان هسميه على سبيل المثال اس وهبتدي ان انا استخدم الاس جوه الفانكشن فتفتكروا ايه الاوامر جوه الفانكشن هحتاج ان انا استخدم الاس فيها لو جينا مشينا واحده واحده هلاقي في الفور لوب انا كنت كاتب هنا رقم 3 ورقم 3 كان بناء على ان انا هرسم مثلث فهو محتاج اكرر الاوامر بتاعتي او عدد الاضلاع بتاعتي لثلاث مرات بس المره دي ممكن ما يبقاش مثلث اكيد مش هتبقى ثلاث مرات فعشان كده هدخله له الاس بناء على عدد الاضلاع هقول له يكرر لي الامر بتاعي بعدد مرات الاضلاع طيب تاني امر بتاعي ان انا اخليه يمشي كده كده معتمد على السايد اللي هو طول الضلع ذات نفسه فكده كده هتبقى ثابته ومش محتاج ان انا اعدل فيها حاجه بالشكل ده هكون عدلت على الفانكشن بتاعتي بما يناسب ان انا لو عايز ارسم اي شكل تاني فتعالوا نتاكد من الكلام ده ونشوف هل فعلا هيتنفذ ولا لا فاجي استخدم تاني الفانكشن بتاعتي بس هستدعيها من الاول او هنده عليها من الاول بالاسم الجديد اللي انا قلته لها وهو شيب وابتدي احط جوه القوسين حاجتين اول حاجه السايد زي ما هو قال لي اهو وتاني حاجة وهي الاس اللي بتمثل لي عدد السايدز اللي موجودة عندي. فهقول له مثلا ان انا عايز السايد بتاعي يكون 100 بكسل وعدد الاضلع عايزها مثلا يكون 6 عايز ارسم شكل مسدس. تعالوا بقى نطبق الكلام ده ونشوف هل فعلا هينطبق وهيسم الشكل اللي انا عايزه ولا ممكن يكون فيه اي حاجة محتاجة تتعدل تاني. اول ما هدوس على زرار run هلاقيه ابتدى يرسم وفعلا طلع في الاخر الشكل بتاع المسدس اللي انا كنت متوقع ان هو يطلع لي في الاخر. فتعالوا آه نشوف ازاي نقدر ان احنا نعمل عمليات مختلفه. ايه رايك لو حطيت نفس الامر بتاعي جوه فور لوب؟ هبتدي ان انا اصعب الموضوع او ان انا هعمل حاجه آه معقده اكتر او فيها فكره زياده او انها هستخدم معاها اوامر زياده. فابتدي اعمل فور لوب اقول 4i على سبيل المثال ان رينج واحط شكل هحط مس... رقم على سبيل المثال رقم 8 وبعد كده المثل بتاعتي هحطها جوه الفور لوب دي وبدل ما هكون محدد قبل كده اصلا انا عندي كام ضلع للشكل بتاعي انا هحط زيرو او هحط الاي اللي هتكون في البدايه بزيرو وبعد كده مع كل مره هتنفذ اللوب بتاعتي هتبتدي أه تكون بالرقم اللي انا عايزه 0 1 2 3 لحد ما توصل للثمان مرات اللي انا قايلها عليها تعالوا نجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل هلاقي فعلا في شكل جديد طلع لي الشكل ممكن يكون فعلا جميل لحد ما وليه شكل جمالي بس تعالوا نفهم ايه اللي حصل لما انا دوست رن يعني في البدايه كنت يبدو كده او كنا حاسين ان مفيش حاجه هتطلع او الرسمه بتاعتي مش هتطلع بالشكل اللي انا عايزه. فاللي حصل في الحقيقه ان انا اول ما دوست على رن لقيت السهم بتاعي او القلم بتاعي بيرسم بشكل كده مش مفهوم او ان هو ما طلعليش رسمه هو رسمه هو كان بيلف حوالين نفسه كده في كام نقطه وخلاص. بعد كده ابتدى ان هو يرسم لي فعلا مثلث ومربع ومخمس ومسدس لحد المسبع. اللي حصل ان اول مره الاي او عدد الأضلاع كانت زيرو زي ما قلنا ففي الزيرو هو اكيد ما رسمش اي حاجه وبعد كده لما بقت بواحد فمرسمش اي حاجه لما بقت باتنين مفيش شكل هندسي ممكن يتكون من زاويتين هو بيكون خط مستقيم مش اكتر بس من اول رقم ثلاثة لما الاي بقت بثلاثة ابتدى ان هو فعلا يرسم لي المثلث وهكذا في باقي الحالات بتاعتي. افرض ان انا مش عايز ده يحصل يعني انا عايزه يبتدي من اول شكل هو ممكن يترسم وهو المثلث في الحاله دي لو تفتكروا كنت اقدر انا اتحكم في الرينج بتاعي ما اخليهوش يبدا كده لرقم معين من زيرو لحد رقم لا انا اقدر اقول له انا عايز نقطه البدايه تكون ايه هي وعايز نقطه النهايه كمان تكون عباره عن ايه فلو جيت قلت له ان انا عايزه يبدا من اول الثلاثه لحد على سبيل المثال الثمانيه ودوست على رن هلاقيه فعلا اول شكل رسمه هو المثلث وبعد كده مربع وبعد كده فضل يزود اشكال هندسيه بعدد الاضلاع بتاعتها لحد ما وصلنا للشكل اللي احنا شفناه قدامنا او مجموعه الاشكال المتداخله مع بعض كده قدرت ان انا ابتدي ارسم مجموعه من الاشكال او اشكال هندسيه جديده ايا يكن ايه الشكل ده او ايا يكن ايه عدد الاضلاع او الزوايا وهكذا وكمان مش شكل واحد لوحده في الورقه بتاعتي او في السكرين اللي قدامي لا انا بقيت احط مجموعه من الاشكال جوه بعض تعالوا نبدا مع بعض حاجه جديده نجربها كاوامر او كميثودز جديده نقدر نستخدمها من الترتل علشان نستخدمها في الرسمه بتاعتنا اول حاجه احنا لما بنجرب نرسم اي حاجه زي الرسمه اللي احنا شفناها هنلاقي ان القلم بتاعي ليه شكل معين وهو شكل السهم بس هل لازم يكون شكل السهم بالشكل ده لا احنا نقدر ان احنا نختار شكل القلم بتاعنا بالشكل اللي احنا عايزينه يعني مثلا على سبيل المثال احنا اللايبراري بتاعتنا اسمها تيرتل وعمالين نقول تيرتل ونستخدم الأور تيرتل فتعالوا نجرب ان احنا نغير شكل السهم بتاعنا او شكل القلم بتاعنا يكون شكل تيرتل بجد هاجي بعد ما مثلا اول ما عملت القلم بتاعي وقلت هنا ان التي هو الاوبجكت اللي انا خدته من القلم اللي هو بتاع تيرتل فممكن اقول ان تي دوت شيب عايزه يكون بشكل معين الشكل ده ممكن احدده وهلاقي ان في اشكال كتير جدا نقدر نستخدمها لو جربنا ان احنا نشوف ايه الاختيارات الموجوده على سبيل المثال في شكل اللي بحبه وهو شكل التورتل تعالوا نجرب كده نشوف هل فعلا هيتغير وهيبقى عامل ازاي بالظبط انا فعلا لقيت ان السهم اللي برسم بيه او القلم بتاعي اللي برسم بيه بقى شكل شبه التورتل بالظبط او شبه السلحفه بتاعتي مش كده بس انا اقدر كمان ان اتحكم في السرعه بتاعه الرسم يعني هل انا عايز ارسم القلم يتحرك بالراحه ولا بسرعه ولا ايه اصلا الدرجه او السرعه بتاعته تكون قد ايه او رقمها كام دي حاجه نقدر نستخدمها عن طريق امر جديد اسمه ال تي دوت سبيد واقدر ان انا اخله السرعه اللي انا عايزها في لغة قلت له السبيد عايزها واحد وجيت جربت هلاقيه لحد ما بقى بطيء يعني ابطا بكتير من الشكل اللي احنا شفناه المره اللي فاتت او اللي احنا جربناه فلان هو عشان يرسم لي نفس الرسمه اللي انا اوريدي كنت مديها له قبل كده واللي احنا كنا لسه منفذينها اخد وقت اكبر من الاول طب تعالوا نجرب نسرع السبيد بتاعتنا شويه على سبيل المثال هجرب اعملها خمسه هلاقي بيرسم لي نفس الشكل بس بسرعه كبيره لو زودتها برده مره كمان على سبيل المثال 10 هلاقي فعلا كل ماده السرعه بتاعته بتزيد ودي حاجه ممكن نقدر نتحكم فيها آه علشان آه لو عايز مثلا اشوف هل في مكان معين بيتحرك بشكل انا مش عايزه او غير المطلوب فممكن اقدر ان انا اقلل السبيد بتاعه الترتل او بتاعه الالم اللي بيرسم فاشوف حركته عامله ازاي هل هو آه لف في, في اتجاه ليفت او رايت معين زي ما انا قايل ولا ايه اللي حصل في الجزء المعين ده وكمان بعد كده لما نبتدي ان احنا نرسم مع بعض رسومات اكبر من كده هنقدر ان احنا نشوف آه آه ان الرسمه ممكن تاخد وقت فعلا فممكن يحتاج ان انا ازود السبيد بتاعتها بحيث ان هي الرسمه تخلص بسرعه ممكن فعلا الرسمه تكون كبيره جدا وراسم اشكال هندسيه كتير قوي فالرسمه بتاعتي تاخد وقت كبير دي كلها اوامر قدرنا ان احنا نتعرف عليها وقدرنا ان احنا نستخدمها في حاجات مختلفة سواء مع ان احنا نرسم شكل معين او شكل محدد زي المربع والمستطيل وهكذا او ان احنا نرسم اكتر من شكل جوه بعض زي ما عملنا في الفانكشن اللي قدرنا ان احنا نحدد فيها عدد الاضلع ونقدر كمان ان احنا نتحكم فيه بان انا ازود العدد او ان انا انقصه وبناء عليه هلاقي ان في اشكال متعدده بتترسم جوه بعض. في الحلقة الجاية هنبتدي إن إحنا نستخدم مع بعض كل الأوامر اللي إحنا اتعرفنا عليها عن طريق رحلتنا مع الترتل وقدرنا إن إحنا نعمل بيها حاجات مختلفة علشان نرسم بيها رسمة جديدة وصورة كاملة نقدر إن, إن إحنا نقول فعلا دي عبارة عن رسمة قدرنا إن إحنا نرسمها بالبرمجة. فعشان كده ما تطبقوا كل الحاجات اللي إحنا اتعلمناها مع بعض في الحلقة دي والحلقات اللي فاتت علشان هستناكم الحلقة الجاية عشان نعمل أول رسمة لينا.